يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض فطاير سهله كتير وبسيطه كتير، فطاير محشيه بالمربى. عندي هون المكونات: 5 معالق حليب سائل، عندي كاسه سمن او زبده مثل ما بتحبي، معلقه لبن، وعندي ملح تقريبا نص معلقه صغيره او رشه ملح، وكاستين طحين. الكاستين نفسهم انا هدول عيرت فيهم، عملت فيهم حطيت فيهم عيار الطحين. وعندي المربى، انا هذا المربى مربى اليقطين، انا بارشته وعملته بهالشكل هذا. انتي المربى اللي بتحبي تختاري ممكن تساوي. هلا رح نبلش نعجن العجينه ونشوف كيف رح نشتغل. بالبدايه انا رح اضيف كاسين الطحين اللي انا مجهزتهم. طبعا عجينتنا اليوم ما فيها لا خميره لا بيكنج باودر لا ولا اي شيء. رح احط رشه ملح تقريبا نص معلقه صغيره، رح احط السمنة اللي عندي وافركهم مع بعضهم. بعجن اول شيء الطحين مع السمن. عجينة سهلة وخفيفة كتير كتير، بس لانه فيها هلأ كمية منيحة من السمن نحنا رح نحطها هلأ بالبراد بس نخلص عجنة. هلأ رح اضيف انا اللبن والحليب اللي عندي، هاي كمية اللبن اللي عندي، معلقة بس. رح احط الحليب، هلأ بعد ما انتهيت من العجينة أنا رح حطها بالبراد تقريبا نص ساعة وبرجع بأرجيكم شو رح نشتغل مع بعض. هلأ أنا طالعت العجينة من البراد، رح تكون شوي جامدة معاكي، انتي حاولي تطريها بإيدك بهالشكل هذا. أنا رح آخذ هلأ قسم، ما حأرجع أعجنها، رح آخذ قسم وأفردها بالشوبك، اخذ نص الكمية هاي رح اغطيها واتركها هلا لحتى ارجع لها. رح ارش شوية طحين، افردها هلا. الشكل ما حتتقيد كتير بالشكل لانه نحن رح نقصها هلا بالقطعة او نقصها مثل ما بدنا. السماكه كمان حاولي شوي ترقيها لاني انا هلا رح اعملها طبقتين. هلا انا فردتها للعجينه، فيني اقطعها بهالشكل هذا اذا عندك انت قطاعات رح ارجيكي كيف. هي حجم بدك، عندك قطاعات اكبر فيكي تاخدي الاكبر وتحطي كميه المربى اللي بدك اياها. طبعا نحن ما حنكتر لحتى ما نخلي مجال للحواف نقدر نسكرها. رح نحط طبقتين نحن بهالشكل وبعدين نضغط عليهم بالشوكة إذا بدك بهالشكل هذا، وراح نحطهم هلا بالصينية بهالشكل. أو إذا أنت بتحبي ما بدك تستخدمي ما عندك قطعات فيكي أنت تقطعي الحجم اللي بدك إياه بهالشكل. طبعا هدول أنا هلا راح أرجع أستخدمهم، بس أنا بدي أرجيكي وحدة حتى أرجيكي كيف تعملي طبقتين. هاي الطبقة الأولى رح حط عليها كمان أنا مربى وخلي الحواف لحتى اضغط عليهم شوي بالشوكة. الطبقة الثانية فيني أعمل فيها شوية خطوط لحتى يعطيها منظر بالشكل هذا، حطها فوقها كمان اضغط عليها بالشوكة الموديل اللي انت بتحبي تعملي فيكي تعملي. هلا رح اخذهم هدول انا صفهم بقلب الصينيه. طبعا هي العجينه كتير طريه رح تكون، لا تخافي منها، يعني هي عجينه رخوه بهالشكل هذا. رح صفهم بصينيه وحطهم على درجه حراره 200 تقريبا ربع ساعه، انت لتشوفيهم احمروا بشعلهم من فوق ومن تحت، انا حاميتهم من قبل.
بشعلهم من فوق ومن تحت وبحطهم على درجة حرارة 200 وبنرجع بنشوف كيف رح يكون شكلهم النهائي. هذا الشكل النهائي لطبق اليوم، بتمنى يكون عجبكم. انا هون حطيت شوي سكر مطحون، سكر ناعم، فيكي تتركيه انت بهالشكل او تحطي عليها الصوص اللي بتحبيه. رح ارجيكي شكلها كيف صاير بهالشكل هذا من ورا كيف محمصة. بتمنى يكون عجبكم طبق اليوم، اهلا وسهلا فيكم. لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.